اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي قناه مهارات زراعيه. النهارده ان شاء الله هنستكمل الكورس بتاعنا بتاع كيف ازرع في المنزل او تعليم الزراعه المنزليه. وفيديو النهارده او حلقه النهارده هتكون بعنوان كيف ازرع بالعقله في المنزل او ازاي اتعلم زراعه عقله في المنزل. باذن الله هنقدم لكم فيديو بسيط وموضح جدا جدا وحاجات هتلاقيها ان شاء الله مفيده واول مره يمكن تسمعها. تابع معنا وان شاء الله هتستفاد جدا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. هتكلم دلوقتي عن طريقة الاتصال بالعقلة في البيت او في المنزل. بقول حضرتك ركز معايا كده، هقول خلاصة الاتصال بالعقلة عشان يبقى الموضوع سهل بالنسبة لي انا لو انا يعني غير محترف او غير متخصص. انا بزرع في البيت، بقول باجي في الشتاء بستخدم عقلة ساقية. عقلة ساقية يعني ايه عقلة ساقية؟ يعني بس انا عندي كده ده غصن او فرع جايبه انا من شجرة فيكس، احد انواع الفيكس. العقلة الساقية هي دي العقلة الساقية، دي كده العقلة الساقية. فانا باجي اقص عقلة من تحت بشكل مستقيم ومن الامام بشكل مائل، دي كده عقلة ساقية، دي كده جاهزة للزراعة. تزرع امتى العقلة الساقية؟ تزرع في الشتاء يعني شهر 12 شهر 1 ممكن شهر 2 نفس الكلام. طيب لو انا هزرع في فترة الربيع يعني 3 و4 ونص 5 باخد عقلة تحت ساقية تحت طرفية، اسف تحت طرفية، دي الطرفية اهيت، دي عقلة كده طرفية، انا هاخد اللي تحتها على طول العقلة تحت الطرفية كويس. طيب لو هزرع في الصيف اخد عقله طرفيه، في الصيف اخد عقله ايه طرفيه. هقول دلوقتي انا هعتبر نفسي ان انا هاخد عقله في الصيف، بقول ادي عقله الصيف اهيت، ادي عقله طرفيه، ببصها كده كده وببصها بالطول ده كده وابدا اشيل منها الورق بالشكل ده، وبخلي حوالي ورقه واحده بس، وممكن اقص الورقه دي كمان جزء كده. دي بتشجع كده على سحب العصاره او الماء من التربه وطلعه في باقي اجزاء العقله عشان تحافظ على حيويه العقله. دي كده عقله طرفيه بستخدمها فين؟ فتره الصيف. العقله بقى اللي بستخدمها في الربيع اللي هي تحت طرفيه اللي هي دي اللي بعد ديكها على طول، بعد الثانيه على طول، بعد الطرفيه على طول، بوصها اهيت وبنضفها من اي اوراق، ما بخليش فيها اي اوراق خالص، وباجي برده من فوق بشطفها، يبقى عندي فوق في عقله اهيت 2 3 4 ممكن يبقى 5. اما اجي ازرع في التربه ممكن احط على الاقل عين او 2 في التربه ودول يبقوا فوق 3 عيون، او برده ممكن يبقى في عينين، او لو عين واحده برده مفيش مشكله، بس انا بقول خلي على الاقل عينين عشان لو عين ما اشتغلتش او برعه ما اشتغلش البرعه ما تاني تشتغل، اسمها عين او برعه. تمام؟ يبقى انا بحط 2 في التربه بخلي 2 او 3 على الاقل 2 في اعلى التربه. انا كده عندي عقله ساقيه وعندي عقله تحت طرفيه وعندي عقله طرفيه، يعني بالترتيب عقله طرفيه تحت طرفيه عقله ساقيه. دي كده في الصيف طرفيه، دي تحت طرفيه في ربيع 3 و4 ونص 5، دي في الشتاء 12 و1. طريقة الزراعة بقى ازاي؟ لو انا بزرع في ازازة زراعية زي ما قلنا في الجزء بتاع التربة المستخدمة، بحط التربة بتاعتي سواء كانت تربة طينية أو تربة بيتموس أو رمل أو خليط من الرمل والبيتموس أو الرمل والطينة أيا كان، بكون عامل لها عملية ري كويس؟ وباجي اغرز العقله بتاعتي، هقولها بالشكل ده، العقله اللي هي مقطوعه من اسفل بشكل مستقيم بتكون تحت، بغرزها كده، بنزل على اقل عينين في التربه ماشي، اقل حاجه يكون في عين على الاقل او برهم في التربه، وبعد كده بضيف ليها الميه بالشكل ده
وبكبس العقله بتاعتي كويس. وبعدين هغطي الازازه بتاعتي والزقها بسونوتيب. طيب لو انا جيت في وقت من الاوقات، طبعا قبل ده كله لازم الازازه، لو هي ازازه شفافه لازم اغطيها باي ورقه منع للضوء في الجزء ده كده من هنا لحد هنا، عشان ما تكونليش فطريات او طحالب على التربه من الخارج. الضوء بيساعد على تكون الفطريات والطحالب، فانا بلف عليها، بلف عليها اي ورقه، يا رب تكون ورقه حتى يعني كراسه او اي حاجه. تمام بالشكل ده. وبلزقها كويس عشان تمنع دخول الضوء في المنطقه دي. ودي هنا بتساعد معايا على دخول ضوء بسيط، بيساعد معايا على انبات البذور، او اذا كانت هنا العقله تشجيع على تكوين العقله، الجذور على العقله. تمام؟ طيب انا عملت كده وخلصت الدنيا بتاعتي، وجيت مثلا في يوم من الايام بعد ما زرعت العقله بتاعتي ولقيت عندي تربه شكلها كده بدا يجف شويه، ببدا افتح الغطا بتاعي من فوق واضيف ميه ببطء كده على جدار الزجاجه عشان ما احرقش العقله جوه الزجاجه، وبعد كده بقفل تاني. الميه بتاعتي هتطلع من التربه مع دفء الجو والحراره اللي تتكون جوه الازازه هتتبخر ويحصل لها تكاثف تاني اعلى الزجاجه وتنزل تاني، وهكذا تعمل دوره ميه بصفه مستمره، عمليه ريسايكل للميه، الميه تتبخر تكثف تنزل تتبخر وهكذا. ده بيحافظ على العقله في حاله رطبه حتى تكون جذور على العقله، ده في حاله العقله. لو انا هزرع في قصيص زي ده كده، بمسك القصيص بتاعي برضه املاه في تربه، وليكن المره دي بطمس، وبغرز العقله بتاعتي، وممكن انا اضيف الميه على طول الاول. تمام؟ واغرز العقله بتاعتي وادي ميه كويس جدا. بعد ما عملت عمليه ري باجي افتح كيس زي كده والبسه للاصليه بتاعتي. الشكل ده واقفله هنا بسوتيب كويس جدا او باستك، ممكن باستخدام استك او سيل او خيط او باللزق. برضه ده هيحافظ لي على الرطوبه داخل الاساس بتاعي او الاصليه بتاعتي لحد ما العقله تكون جذور وتضرب براعم خضريه. عندي في الشتاء ممكن يتم التجذير وتكوين البراعم الخضريه خلال فترة من 30 ل 45 يوم، في بعض الأنواع بتوصل لشهرين. في الربيع بتبقى من حوالي 20 ل 30 35 يوم. في الصيف ممكن تبقى من عندي من 15 إلى 20 يوم بتكون عندي جذور وبراعم خضرية. كده نكون اتكلمنا عن طريقة زراعة العقلة في المنزل بأبسط وأسهل طريقة. إن شاء الله في الحلقة القادمة هنتكلم عن طريقة زراعة البذور في المنزل. مع خالص تحياتي لحضرتك.